من دمشق عبر سكايب تنضم إلينا سلافة شحادة مراسلة الغد. سلافة، كيف تقرأ أو ما موقف حكومة دمشق من تعزيز تركيا لعدة مواقع عسكرية؟ نعم يارا، يعني دمشق والدولة السورية بشكل عام كانت قد تحدثت مرارا وتكرارا عن أن الوجود التركي في الأراضي السورية هو غير شرعي، وأن تركيا من خلال إدخال هذه الآليات العسكرية وأيضا جنود لها إلى داخل الأراضي يعتبر هذا الأمر احتلال وتعدي على سيادة الدولة والأراضي السورية من جهة. من جهة أخرى، اليوم إدلب تشهد معركة كبيرة بين أطراف عدة، إن كان الحلفاء إلى جانب الدولة السورية، روسيا وإيران، وأيضا ضد تركيا وما تدعمه من فصائل مسلحة على الأرض، وأيضا عناصر جبهة النصرة المتواجدين بأعداد كبيرة ضمن إدلب. هذه العملية وهذه المعركة اليوم أمام الجيش السوري لا تقف فقط عند المسلحين وعناصر النصرة، أيضا إلى ضد الوجود التركي وما يدعمه من عناصر أخرى وتنظيمات مسلحة متواجدة في المناطق التي يسيطر عليها. ثلاث مناطق يعني حتى الآن هي تحتوي على نقاط مراقبة للأتراك، موجودة في شير مغار واشتبرق وأيضا منطقة مورك. في هذه المناطق الثلاث سوف تتجه إليها تعزيزات الآليات العسكرية التي دخلت صباح اليوم من معبر كفر لوسين شمال البلاد، بالإضافة إلى استعدادات كبيرة كان من جانب الجيش السوري. حسب توقعات المحللين والمراقبين للوضع على الأرض، هل باتت معركة إدلب قريبة؟ يعني نظرا للأجواء وما يجري على الأرض اليوم من المعلومات المتداولة خاصة عن فتح معبر أبو الظهور في ريف حما وفي ريف إدلب، هذا الأمر الذي سوف يتيح للكثير من المدنيين الخروج من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، والذي يترافق أيضا بالتجهيز التجهيزات اللوجستية وأيضا الطبية لاستقبال المدنيين عبر هذا المعبر، أيضا التعزيزات التي تستخدم إلى تلك المنطقة من قبل الجيش السوري. وهناك معلومات تشير إلى أن الأسابيع القادمة القريبة القادمة سوف تشهد المعركة، ربما إذا استطعنا التعبير عنها، الكبيرة لإنهاء الوجود الإرهابي وفق الدولة السورية والجيش السوري في تلك المناطق الشمالية، سوف تكون قريبة وقاب قوسين أو أدنى ربما من خلال أيضا التصريحات الروسية والاتفاقات والاجتماعات التي تجري ويؤكد من خلالها بأن البؤرة الأخيرة للإرهاب متواجدة في إدلب ويجب مكافحتها. شكرا جزيلا لك سلافة شحادة مراسلتنا من دمشق.